فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان في البلاد التي نتحاكم إليها المحاكم وضعية، هل يجوز لنا التحاكم وأخذ حقوقنا من هناك؟ نعم، ما إذا ما تأخذ إلا حقك ولا تظلم أحد فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ، ولا تخلي حقك يضيع. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.